أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الشأن المحلي، حيث أعلن مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة عن النتائج المالية الموحدة المدققة للعام 2017، حيث ارتفعت قيمة إجمالي أصول المجموعة في العام الماضي لتصل إلى 5.8 مليار دينار بزيادة بلغت نسبتها 46% مقارنة بالعام 2016. ويعود سبب الارتفاع إلى مكاسب القيمة لبعض من شركات محفظة ممتلكات الاستثمارية، ومنها مشروع خط الصهر السادس لدى شركة ألمنيوم البحرين ألبا وعملية دمج شركة ماكلارين. وواصلت ممتلكات خلال العام الماضي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تخصيص 33 مليون دينار للشركات المحلية، ومن ضمنها حلبة البحرين الدولية وشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري. وتعليقا على هذه النتائج المالية، صرح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات أن العام الماضي كان مميزا للشركة، حيث شهدت المجموعة خلاله نموا مضطردا، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية والنتائج المالية ساهمت بدور مهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة السيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية أستاذ محمود، مرحبا بك. ففي البداية لو تحدثنا، ما هي المساهمة الحقيقية لممتلكات في الاقتصاد المحلي؟ الخير نعم، طبعا فخورين بالنتائج اللي وهاي طبعا في مكان جيب الخطاب قيادة معالي الشيخ الخليفة مجلس وزراء رئيس إدارة الممتلكات وأعضاء مجلس الإدارة في دعم الإدارة التنفيذية. كما ذكرت في المقدمة أستاذي، أن الممتلكات فيه مساهمة ودعم كبير للاقتصاد البحريني. احنا نركز على أن يكون في البحرين العام الماضي بالذات 2017 ممتلكات أو مجموعة شركة ممتلكات استثمرت بحدود 583 مليون دينار بحريني في الاقتصاد البحريني. أساساً كانت مشاريع توسعة في شركة ألبا الخط السادس ومشاريع في شركات أخرى في البحرين. المشاريع هاي طبعاً كانت لها دفعة قوية لتنمية الاقتصاد الوطني، وهالمشاريع مباشرة أخلقت أكثر من 750 ألف وظيفة مباشرة تعمل في هذه المشاريع. ففي دعم ومساهمة وحضور قوي مشاريع ممتلكات في دعم الاقتصاد البحريني. أستاذ محمود ما هي أبرز المشاريع المحلية القائمة بالشركة، وما هي القطاعات التي تغطيها ممتلكات عبر استثماراتها داخل البحرين؟ ممتلكات استثمارات تتنوع في كثير من القطاعات، بس أبرزها مثل ما ذكرت كان خط الصحر ألبا، وكذلك احنا قمنا بثلاث استثمار في ثلاث شركات جديده في مملكه البحرين. احداهما هو ميلر انترناشونال، هاي مشروع يقوم بانتاج انابيب النحاسيه في البحرين، وهالمشروع مباشره وظف 200 فرصه عمل او وظيفه للبحرينيين في مملكه البحرين. كذلك عندنا دعم مثل ما ذكرت مقدمه لحلبه البحرين الدوليه وكذلك شركه اسري. عندنا دعم الشركات القائمه موجوده من خلال تمويل لهم او دعم التمويل القدم لهم. مجموعه ممتلكات البحرين عدد الموظفين اللي يعملون فيه يبلغ 14,000 وظيفه يتوزع على 30 شركه. اذا للمقارنه احنا عندنا القطاع المالي والقطاع التامين فيها يمكن 400 شركه توظف 14,000 وظيفه. 30 شركه في الممتلكات يعني لديها موظفين بنفس عدد القطاع المالي التأميني في مملكة البحرين.
الحديث عن النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتم عنها مؤخرا، ما هي الاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج سواء كانت داخل البحرين أو أيضا خارج المملكة؟ طبعا صراحة فخورين ان هذه النتائج الايجابية هاي السنة الخامسة على التوالي اللي نحقق ارباح. المكونات الاساسية اللي استخدمت في ارباحها بالبداية شركة الالمنيوم البحرين ألفا، بدأت زيادة ايراداتها بسبب زيادة اسعار الالمنيوم. المكون الثاني كان الارباح اللي حققناها من عملياتنا في شركة ماكلارين للسيارات، وكان جزئين، دمج الشركة خفض المصاريف بس الشركة نفسها زادت مبيعاتها وقدرت تحقق نتائج إيجابية جدا طيبة لنتائجها. في مشروع ثالث اللي هو كان في عندنا تخارج من أحد المشاريع اللي دخلنا فيها اللي هو ليميتد، وهذه حققنا مبالغ إيجابية طيبة من تخارج المشروع هذا، وكان له مردود نقدي مباشر على أرباحنا. نعم السيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، شكرا جزيلا لك. أناب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للموارد والخدمات بالوزارة أنابه لتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وقد أكد سعادته أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مبدأ التعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير البوابة الإلكترونية بالوزارة وتضمينها كافة الخدمات المطلوبة سواء للتاجر والمستثمر من داخل البحرين أو خارجها، وبالطريقة التي توفر عليهم الوقت والجهد. كما أكد الوزير الزياني أن إعادة تصميم وهندسة الموقع الإلكتروني بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكبة لتطورات في جميع قطاعات الوزارة. الموقع الإلكتروني الجديد يتميز بعدة مميزات احنا نعتبرها مميزات تنافسية، منها استخدام ميزة جدا مهمة هي ميزة المعلومات الموسومة أو الانفورميشن تاجينج. كذلك الموقع مستخدم فيه تصميم ديناميكي وبصري، الموقع مرن وقابل للتغيير والتطوير المستقبلي. الموقع يعتمد في تصميمه على أهداف الزائر. الموقع كذلك يتكيف تلقائيا مع نوعية الجهاز المستخدم أو اللي يستخدم الزائر في تصفح الموقع سواء كان جهاز كمبيوتر أو موبايل أو تاب. والآن مشاهدينا ننتقل لنتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. ننتقل الآن إلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم الأربعاء، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام اليوم ليقفل عند مستوى 1353 نقطة بتراجع نسبته 0.36%، حيث شهدت التداولات اليوم تراجع عدة مؤشرات أبرزها مؤشر البنوك التجارية وأيضا الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,860,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 877,000 دينار تم تنفيذها من خلال 126 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية التي أغلقت على تباين مع بداية شهر أغسطس وتراجع أسعار النفط في بداية التداولات اليوم. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت تراجعا هامشيا بنسبة 0.07% مقفلة عند مستوى 8,288 نقطة بسبب الضغوط من بعض الأسهم القيادية لقطاع البنوك وشركات البتروكيماويات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة ربع نقطة مئوية مرتفعة لتغلق عند مستوى 3,310 نقاط، وذلك بتأثير إيجابي من ارتفاع قطاع البنوك التجارية وأيضا الصناعة.
ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي شهد تراجعا في إقفال اليوم بنسبة تقارب 13 النقطة المئوية مقفلة عند مستوى 4845 نقطة مع تراجع أو نزول أسهم قيادية بقطاع الاتصالات وأيضا البنوك. فيما أقفل سوق دبي المالي بعكس الإقفال لسوق أبو ظبي بارتفاع بنسبة 0.76% مقفلا عند مستوى 2978 نقطة مدعوما بمكاسب للقطاع العقاري وأيضا المصرفي. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية بارتفاع سجل ارتفاعا بنسبة 0.09% مقفلا عند مستوى 4340 نقطة بتأثير من ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات. أكد وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن دول الخليج العربي لديها خطط جاهزة للتنفيذ بشأن استيراد وتصدير النفط في حالات الطوارئ. وتوقع الرشيدي في تصريحات صحفية الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري 2018. وفيما يتعلق بإنتاج النفط والأسواق العالمية، قال وزير النفط الكويتي إن أسواق الخام وصلت إلى مرحلة مستقرة جدا سواء للمنتجين أو المستهلكين، موضحا أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يصل إلى 2.8 مليون برميل وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير. أظهرت أرقام رسمية تجنب الاستثمار الأجنبي دول قطر دولة قطر فيما تصف تقارير اقتصادية دولية واقع الاقتصاد القطري بالاقتصاد المهدد بالانهيار. وكانت وكالات تقييم عالمية قد نشرت في وقت سابق تقارير اقتصادية تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بالاقتصاد القطري عقب قطع الدول العربية علاقتها مع الدوحة لدعمها الإرهاب. وكشفت التقارير ذاتها عن وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، إضافة إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري. وعلى أساس سنوي تشير الأرقام إلى انخفاض الاستثمارات ب 21 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. للمرة الأولى شركة هواوي الصينية تتجاوز منافستها أبل الأمريكية في شحنات الهواتف الذكية العالمية. قالت وزيرة التخطيط المصرية أن هالة السعيد إن معدلات نمو اقتصادي بلادها في السنة المالية 2017-2018 قد زادت وسجلت أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات. وأضافت الوزيرة أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية الحالية وهو الأعلى منذ 8 سنوات. وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% في العام المالي القادم مع عجز كلي مستهدف عند 8.4%. وتابعت الصادرات غير النفطية نموها بنسبة 12% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو لتصل إلى حوالي 24 مليار دولار. أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتطبيق تعريفات بنحو 25% على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، وذلك لإجبار بكين على تقديم تنازلات لها. وقد بينت 3 مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بتطبيق تعريفات بنحو 10% على واردات من الصين، لكن الإدارة قد ترفع تلك النسبة إلى 25%. كما تخطط واشنطن لفرض تعريفات على سلع إضافية تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار في الأسابيع المقبلة. هذا وكانت إدارة ترامب قد طبقت في يوليو الماضي تعريفات على واردات من الصين قيمتها 34 مليار دولار، فيما ردت بكين على هذا القرار بقرار آخر مماثل على سلع بنفس القيمة.
والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، تجاوزت شركة هواوي الصينية في الربع الماضي منافستها أبل الأمريكية في شحنات الهواتف الذكية العالمية للمرة الأولى على الإطلاق. وقد أوضح التقرير الصادر عن شركة ADC أن هواوي شحنت أكثر من 54 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني من عام 2018 الجاري، بزيادة نسبتها 41% عن الربع المماثل في العام الماضي. أما شركة أبل الأمريكية فقد أشار التقرير إلى أنها شحنت نحو 41 مليون هاتف في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، كما سجلت زيادة في الأرباح لتبلغ 11.5 مليار دولار.